والنور ما بيتوش. ما تقولش حلم عنيد، ده طريق ما بيوصلش. هذا البرنامج برعاية دليل الأعمال الإلكترونية الأول في العالم العربي. أكبر موقع يضم جميع شركات العالم العربي. أضخم موقع للتبادل التجاري. إذا كنت تبحث عن وظيفة أو لديك وظيفة وتريد الإعلان عنها، مواكبة يومية لأحدث الأخبار مع إمكانية التعليق عليها، اجعل شركتك في الصدارة. www.gulfpages.net. أسبوع عندنا 20,000، وإن شاء الله بإذن الله عن قريب جداً يعني نقدر يعني نكبر المشروعات اكتر من كده، والتمويلات والمنح من خلال الناس اللي ممكن يتعاونوا معانا، زي الناس المحترمين جدا اللي موجودين معانا النهارده ويشرحوا لنا، اللي هم رعاه الفكره واصحاب الفكره، هيبقوا موجودين معانا نفهم منهم ايه الفكره وجات ازاي وازاي هيشتغلوا معانا وايه هدفهم من المشروع دوت. هل هو خيري؟ هل هو تجاري؟ هنعرف. لكن المهم، انت عايز انصح كل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، يا جماعه انسى موضوع الفلوس، كده كده في منح هتاخدوها، لكن الأهم أنك تركز أن أنت وأنت تشترك معانا تقدر تعمل مشروع ولا لأ. هنعلمك إزاي تعمل مشروع، بس أنت ركز معانا، معانا مفاجآت كتير جدا للناس اللي هتركز معانا. كل حلقة هنختار مشروع ونشرحه بالتفصيل، هنعرف المشروع دوت إزاي بيتعمل، إزاي تعمل دراسة جدوى، إزاي تقدر تحسب الخسائر والمكاسب، إزاي تقدر تعين فلوس، إزاي تقدر كل الحاجات دي من خلال خبرات عملية وعلمية مدروسة جدا جدا جدا. وكمان اي استشارات هنستقبلها من حضراتكم على اتصالاتنا ومن خلال رسائلنا. يعني ده باختصار حقق حلمك. انا سعيد جدا انا بقدم البرنامج دوت وابقى موجود معاكم ان شاء الله كل يوم حد وثلاث، ومعنا مفاجآت كتير جدا جدا. هنعرف التفاصيل، هنعرف كل التفاصيل في البرنامج، هنعرف فكره البرنامج، هنعرف ازاي تشتركوا معانا، ازاي تقدر نمول لك مشروعك، ازاي تكتب مشروع، ازاي تشترك، دي كلها حاجات هنعرفها. لكن تعالوا هنروح لفاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يبقى موجود معانا بعد الفاصل الاستاذ اكرم الشنواني، المفوض العام للمصريه للخدمات وتمويل المشروعات الصغيره، الشركه صاحبه الفكره ورعايه هذا البرنامج. يعني نروح لفاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم مره ثانيه وحقق حلمك. الحلم زي النور والنور ما بيتوش، ما تقولش حلم عنيد، ده طريق ما بيوصلش. هذا البرنامج برعاية دليل الأعمال الإلكترونية الأول في العالم العربي. أكبر موقع يضم جميع شركات العالم العربي. أضخم موقع للتبادل التجاري. إذا كنت تبحث عن وظيفة أو لديك وظيفة وتريد الإعلان عنها، مواكبة يومية لأحدث الأخبار مع إمكانية التعليق عليها، اجعل شركتك في الصدارة. www.gulfpages.net. هذا البرنامج برعاية مارينا قارون. زيارتها سفر عبر السنين والحضارات.
بموقعها بين الأهرامات وبحيرة قارون الرائعة. مارينا قارون منتجع على أقدم بحيرة طبيعية في العالم. اقضي إجازتك في الصيف أو في الشتاء على ضفاف بحيرة قارون. منتجع مارينا قارون منتجع ساحلي ريفي صحراوي. مارينا قارون يجمع بين عبق التاريخ وعبقرية المكان والمناخ. يتميز المنتجع بموقعه على ضفاف جزيرة أبو نعمة ببحيرة قارون وشاطئ خاص طوله 346 مترا بخلاف 8 حمامات سباحة ومدينة ألعاب مائية ومجموعة مطاعم وكافيهات ومدرسة للفروسية. ولا يوجد بالمنتجع عمارات بل فيلات مستقلة من طابق أو طابقين. يبعد عن الأوبرج بثلاثة كيلومترات. مارينا قارون اندماج في عمق التاريخ، عبير بألوان المتعة، متعة عائلية بامتياز، امتياز بتنوع الطبيعة وأصالة التراث الحي. مارينا قارون المتعة الحقيقية. لو عندك فكرة مشروع صغير وعايز تعمله ومش قادر تنفذه ومحتاج حد يساعدك، الشركة المصرية للخدمات وتمويل المشروعات الصغيرة بتقدم منحة 10,000 جنيه. ايوه، منحة 10,000 جنيه عشان تمول بيها مشروعك. منحة لا ترد. فقط اتصل على 1797. الكلام ده حقيقة مش خيال، احنا اللي هنمول مشروعك على رقم واحد بس، 1797. وحقق حلمك. الحلم زينا.